طب احنا معانا مداخلة تليفون من دكتور أيمن العزوني، أستاذ مخ وأعصاب وطب نفسي، هيكلمنا عن حاجة مهمة جدا 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 وهي تأثير الترند على نفسية الشباب. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. زي حضرتك منورنا. منورنا يا دكتور، أهلا بيك. أهلا وسهلا. والله يا دكتور أنا بعاني من موضوع تأثير الترند دي، الترند عامة على ولادي حتى وعلى الشباب وكده. قد إيه مثلا الجيل الجديد ده بيبقى عنده مشكلة لو نزل صورة عايز الصورة تطير اكسبكتنج عدد معين من اللايكات، وإلا يبقى مش محبوب زي زمايله أو مش محبوبة زي بقية المدرسة. وحتى سمعنا عن حالات انتحرت بره بسبب عدد الصور على الانستجرام والحاجات دي. الأنبوبيولاريتي. بالظبط، حضرتك رأيك إيه يا دكتور في الموضوع ده؟ شوفي، هو موضوع الترند بقى يعني حاجة بتهتم بالكوانتيتي أكتر من الكواليتي. يعني إيه؟ يعني إحنا أي حاجة المهم فيها الجودة مش العدد. ده بالنسبة لنا إحنا بس، مش بالنسبة للأجيال الجديدة. لا، ما إحنا عايزين الثقافة دي تترسخ وتتجذر وتنتقل إلى الأجيال الجديدة. الأجيال الجديدة إحنا يعني مذنبين في حقها، لأنه إحنا برضو ما بننقلش الثقافة دي والوعي ده ليهم. إحنا بنسيبهم هم اللي يستقوا وعيهم وثقافتهم من مصادرهم الخاصة. هو ده اللي بقوله والله يا دكتور دايما، العيب فين الأهل هنا؟ فين الأهل هنا؟ فين أيوة الأهل؟ معلش يا دكتور، ما هو صعب عليا قوي أربي ولادي وولاد غيري. يعني المشكلة ان انت او انا يعني كأم انا بحاول اوجه ولادي، بس هم بيبقوا غصب عنهم باصين على زمايلهم او صحابهم، فدي حاجة بقى وعي مجتمع كامل. انا مش هقدر اربي ولادي وولاد غيري زي ما قلت لحضرتك. ما انا هقول لحضرتك، يعني انا هقول لحضرتك ان الثقافة المجتمعية بتيجي من مجموع الاسر، ومجموع الاسر الميديا الاعلام له دور خطير جدا 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 في توجيه العقل المصري على كل على مر الاجيال ومر العصور. طبعا، وسواء في الصغيرين او الكبار او في منتصف العمر. اللي حاصل انه ان كتير من الاباء والامهات بيريحوا دماغهم، صح، وبيكتفوا بانتقاد ان الجيل ده ما بيسمعش الكلام، ان الجيل ده متمرد، ان الجيل ده له خصوصيته، ان الجيل ده ما هوش يعني على قدر المسؤوليه. راجعي كده طفولتك، راجعي هتلاقي الاجيال الاكبر بتقول نفس الكلام برضه. ايوه كمان يا دكتور حك عندك حق تاكيدا لكلامك. زمان انا لو هراجع طفولتي انا قاعده جنب مامتي في البيت هي مطمنه عليا طول ما انا في البيت، انما احنا دلوقتي عادي بقى ابنها او بنتها ما دام ملهيين في التليفون طول النهار ما بيزنوش وهم قاعدين في الاوضه اللي جنبها. يعني انا رايي يا دكتور ان احنا وصلنا ان الناس بتخلف ومش حامله هم التربيه. بمعنى حتى اللي هم الاطفال اللي مثلا ممكن 11 شهر 12 شهر يعني لسه في بداياتهم خالص، لما يزنوا كتير بيترمي لهم موبايل يلعبوا يشوفوا جيمز. يعني ما هو مش معقول. طيب تأثير ده ايه يا دكتور؟ تأثير ده على الصحة بقى النفسية والعقلية للشباب والأطفال دول. شوفي، أنا أقول لحضرتك حاجة، الجزء الجديد اللي الحياة الإلكترونية دي أثرت كتير جدا على الجهاز العصبي. أثرت كتير جدا، يعني حكاية الموبايل اللي مفتوح 24 ساعة، حكاية الراوتر اللي مفتوح 24 ساعة، حكاية الإلكترومغنيتيك ويفز المحيطة بالأولاد. كل ده أثر على المود، على المزاج العام، أثر على التفكير، أثر على السلوك، أثر على اهتمامات الشاب نفسه. يعني بمعنى زمان احنا كنا واحنا أطفال كنا بيعرفونا قيمة الكتاب المقروء. بلا شك قيمة الثقافة المقروءة. دلوقتي الثقافة بتستقى من مواقع التواصل الاجتماعي بكل اسف. يعني وفي مواقع اللي هي المفروض انها زي دائره المعارف ثلاث ارباع المعلومات اللي عليها غير حقيقيه. يعني حاجه الحقيقه مش عارفه نتصرف فيها ازاي، وربنا يسترها علينا. ميرسي جدا يا دكتور لحضرتك، وان شاء الله يعني تشرف
شرفنا في مرة نقدر نبحث الموضوع بتوسع أكتر.